لا في الاخر عشان لو في الاول هتبقى مقصوده هيبوظ. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو في كوره دخلت بهذا بهذه القوه ببطن رجله يعني ده لازم يكون مركب حديد جوه. لا 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 ده افشه. انت شفت المسافه؟ ايوه شفت تطويحه رجله. ايوه هو كده هو مميز فيها. نتكلم في اخر البتاع سمير. بس خلينا اتفقنا، خلينا الاول. لا والله بلاش نتكلم الموضوع ده خالص. لا 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 هتتكلم الموضوع ده. الف مبروك وهتدفع. الف مبروك برضه هتدفع. والله والله هتدفع. شكلك على غريب جدا والله هتدفع. مبروك يا ايمن. طبعا ماتش صعب، كنا متاكدين من مباراه بدايه المباراه انها تبقى المباراه مش سهله صعبه، وازداد الصعوبه طبعا بالهدف اللي احرزه الاتحاد. لكن اللي يحسب للنادي الاهلي ان الشوط الثاني لا نازل نازلين وعايزين هدف التعادل بسرعه وعايزين مكسب، ومن كده اتحقق دايما عايز يكسب يعني، حتى لو التوفيق بيجي في الاخر قوي، لكن الاصرار واضح ان لعيبه الاهلي عايز تكسب. تغييرات موسيماني بدأها من بدري قوي، تنشيط سريع قوي وتنشيط هجومي زي ما كلنا اتكلمنا بين الشوطين ان كان لازم يبقى في ضغط هجومي كويس للاتحاد. الشوط الثاني ما اعتقدش ان هو كان فيه مجازفه هجوميه اكتر من كده. نادي الاتحاد، قبل ما اتكلم عن نادي الاهلي، نادي الاتحاد طبعا عامل مباراه كبيره جدا 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 بجد، ادى مباراه ممتازه نادي الاتحاد وجهازه الفني، لكن في الاخر النادي الاهلي هو اللي كسب. النادي الاهلي بيعرف يكسب ازاي. الضغط اللي حصل الشوط الثاني ضغط هجومي امام بدري قوي، الخطوره كانت لنادي الاتحاد بسيطه جدا، مفيش غير فاول بس كان عليه كلام، لكن واضح ان النادي الاهلي كان بيدور على مكسب. هي ماتشات دايما مباريات الكاس بقى صعب قوي في الادوار النهائيه اللي فيها، ودايما بتيجي بعد بطوله كبيره بتبقى برضو الامور فيها شويه قلق يعني. في ناس كتير قوي النهارده بيقول لك بعد البطوله بنخاف الماتش اللي بعده، لكن الحمد لله النهارده الامور عدت على خير. اعتقد صعوبه مباراه النهارده وفكرك ان شاء الله مش نفس الصعوبه بتاعه النهائي. الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، وان شاء الله يا رب ان شاء الله النهائي كمان نبارك لعيبه الاهلي. مبروك علينا كلنا يا كابتن عادل، ونروح لفاصل ونرجع لك مره ثانيه ان شاء الله.